سلاح يمكنه تحويل مدينة إلى رماد مشع خلال دقائق، وأن يقضي على حضارات بشرية بكبسة زر. الغواصات النووية مخاطر كارثية تحملها هذه التكنولوجيا الحربية، فمع كل الأسلحة الفتاكة التي عرفتها الأرض، لا يزال السلاح الأكثر فتكاً مغموراً تحت المياه. فمن يملك تلك الغواصات؟ أو كما يطلق عليها سلاح الكبار؟ الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم بأكثر من 70 غواصة، متفوقة على روسيا التي تملك 41 من هذا السلاح. تليهما الصين بعشرة غواصات، ثم بريطانيا وفرنسا والهند. طرازات مختلفة طورتها تلك الدول لهذا السلاح يأتي في مقدمتها غواصة USS أوهايو الأمريكية، تصنف بأنها أكبر غواصة صنعتها البحرية الأمريكية، قادرة على محو 12 مدينة في دقيقة واحدة. حجمها الضخم يسمح لها بحمل 154 صاروخ توماهوك موجه، وتعتبر مثالاً لقوة الردع الأمريكية. تم نشر 9 غواصات من طراز أوهايو في المحيط الهادئ في عام 2016، بينما تم تخصيص 5 غواصات أخرى للمحيط الأطلسي. غواصة كاي 329 بيلغورود الروسية، أو غواصة يوم القيامة كما يطلق عليها، أضخم غواصة نووية بنيت منذ 30 عاماً. توصف بعملاق البحار الذي لا يقهر، وقوتها النووية قادرة على توليد موجات تسونامي إشعاعية يزيد ارتفاعها على نصف كيلومتر. غواصة تايب 094 الصينية، تعد هذه الفئة من غواصات الصواريخ البالستية التي طورتها الصين. مداها غير محدود، وتستطيع البقاء في المياه لفترات طويلة، وهي قادرة على إيصال رأس حربي نووي واحد إلى مدى يصل ل 7200 كيلومتر. لم تستخدم أي غواصة نووية مطلقاً في أي حرب، لكن التعرف إلى هذه الأسلحة وقدرتها التدميرية قادر على بث الرعب والقلق في نفوس البشرية. فما غاية تلك الدول العظمى من امتلاك هذه الأسلحة؟